اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا كلنا عارفين انه لم يبقى للعوده للمدارس سوى فتره بسيطه، وبالتاكيد هذه العوده تحتاج الى الكثير من الترتيبات، منها الشراء وانعاش قطاع القرطاسيات والمكاتب. لكن مؤخرا دخل على الخط المتاجر اللي معروفه عندنا بالمملكه بمحلات أبو ريالين، اللي كثير من الناس بيلجأوا لها لشراء أشياء لأولادهم للعودة للمدارس. إحنا حابين نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا بالاستوديو. إحنا معنا الكاتب بسام فتيني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يكرمك. كيف حالك؟ كويس؟ الله يسلمك. أول شيء يعني إيش اللي خلى هذه المحلات بديلة للقرطاسيات اللي إحنا وإحنا صغار متعودين ان احنا نشتري منها والى اخره؟ هل هي قصه اقتصاديه ولا تحويش ولا ايه بالضبط؟ والله هو ممكن يكون ميزه وعيب. طبعا المحلات هذه اللي صارت تبيع الاشياء الرخيصه هو جزء منها قرطاسيه وكذا، لكن هي في الاساس بتبيع اشياء كثير. بس يمكن صار خيار الان للناس، لا سيما الاشخاص اللي ما شاء الله عندهم اطفال كثير، اللي عندهم اكثر من مرحله دراسيه. اتوقع انه انك تغير، وعلى فكره هذه يعني مستلزمات استهلاكيه. يعني عاده اللي بيستخدموه في هذه السنه ما حيستخدموه السنه، سواء مرسمه بالساحب الامور هذه، الدفتر لا يمكن يستخدموه يعني مره ثانيه. فهي بالتالي امور استهلاكيه باستمرار يكون هذه عليها تعتبرها انه ميزه. هو ممكن يكون خيار اكثر من انه ميزه. خيار. هو خيار. لانه في النهايه معروف حتى في المجال الاقتصادي انه كل شيء له ثمنه. اليوم اذا دفعت في 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 مرسمه مثلا 4 ريال ما راح تكون زي المرسمه اللي بنص ريال، اكيد جودتها راح تختلف. لكن في النهايه هل تؤدي الغرض او لا؟ هنا يجي الخيارات الاقتصاديه للاسره، وضعها المادي، وضعها الاجتماعي احيانا، لانه للاسف احيانا حتى هذه الاشياء البسيطه بيكون فيها. انت تناولت هذا الجانب كونك كاتب كمقال؟ نعم، انا اتذكر في مقال قديم ذكرت فيه انه برستيج المدارس، كذا كان عنوان المقال، كنت بذكر فيه انه حتى يعني المدارس صار لها برستيج. بس عفوا، حتى المدارس صار لها برستيج. ايوه للاسف يعني الان في كل شيء في برستيج. اللي كنت بحاول اوصله انه يعني خلينا نخرج الاطفال من حكايه انه انا مرسمتي احسن من مرسمتك، انا شنطتي ماركه وشنطتك مش ماركه. كنت اتمنى انه يعني للاسف هذا الشيء بدا يطلع حتى لو كان بعفويه بين الاطفال، لكن في النهايه هو له اثر وانعكاس سلبي على الشخص اللي يكون وضعه المادي اقل من زملائه. لذلك انا كنت دائما حتى اتذكر في المقال اني كنت استشهد ب زمان، يعني ما يمكن انا يعتبروني شيبه، بس زمان كانوا بيوزعوا علينا حتى اللبس الرياضي كلهم واحد، الغني والفقير كله لبس واحد. افتكر حتى الشنط كانت والشنط حتى اتذكر الوجبات، يعني الكل بياكل نفس الوجبه. ايوه يعني كانوا بيوزعوا حتى الوجبات مثلا، مو بعهدي كان يتوزع الوجبات بصراحه. فانا يعني هذه من الاشياء اللي كانت بتخلي الكل يعتقد انه هو انهم سواسي حتى هم اطفال. طب هذا الجانب مش بينمي لدى الاطفال فكره انه لما احنا كجيل مثلا تربينا انه نلبس مريول واحد، لبس واحد، نشتري من مكتبه واحده، ده بينمي احنا روح المساواه بيننا وبين بعض. لكن الان لما انا بيشتري من محل ابو ريالين ومحل من قرطاسيه كذا، انا جبت ده من مكتبه مش عارف ايه. مشكله انهم يعرفوا ما شاء الله، يعني الاطفال بيعرفوا بالضبط، يعني بيفرق انه هذا ماركه وهذا غير ماركه. عشان كده احنا بطريقه غير مباشره نقول يعني يا ليت انه خلوا صراعات البرستيج دي بعيدا عن الاطفال وبعيدا عن مستلزماتهم الشخصيه اليوميه، لانه هذه بتاثر على المدى البعيد والقريب، لانه هذه مرحله زراعه شخصيه الانسان. فبالطبيعي لما يحس بالم الذهاب لهذه المتاجر عشان ما ينمي هذا الجزء عند الطفل ولا لا؟ انا اقصد انه بشكل عام دائما الشيء المعقول، الشيء اللي انا احتاجه، يعني بعضهم بياخذ شيء ما يحتاجه اصلا بس لانه مارك او لانه انا عندي او انا اشتريته. برستيجو. بالضبط، برستيجو، حتى برستيج الطفل هذا. الا بحاول اوصل انه نكون يعني حتى على فكره يعني مو عيب ان انا اشتري شيء من محلات ابو ريالين اذا كان يؤدي الغرض، واذا كان لكن الاشكال لما اكون ما احتاج شيء غالي واروح اشتري ماركه او لمجرد الاستعراض. انا هذا اللي اقصده. في النهايه ارجع اؤكد انه هي خيارات، يعني احنا ما بنقول بالقوه روحوا كلكم اشتروا من محلات ابو ريالين، ولا في نفس الوقت نقول للجميع انه لازم تاخذ ماركه. هي خيارات للانسان، نحاول ننمي ثقافه الاستهلاك الصحيح عند الطفل. يعني هي كمان ابغى ارجع برضو، انا مش دائما بشوف الناس او اسمع انه الناس اللي بتشتري من هذه المحلات هي ناس مادياتها ضعيفه. في ناس معاها ما شاء الله برضه بيروحوا بيشتروا من هذا. يعني هي مساله ايه؟ مساله سعر ولا مساله ايه تحديدا؟ هو عموما ترى في نقطه مهمه، احيانا ترى رخص السعر ترى يكون له تاثير سلبي جدا، لانه بعض المواد اللي استخدم لانها رديئه ممكن يكون لها انعكاس حتى على المستوى الصحي.
للطفل، وهذه نقطة هامة يعني. بس هنا لما نجي نتكلم عن شيء استهلاكي غير لما يكون شيء للاستخدام الشخصي كملابس كألعاب أحيانا يعني، حتى أحيانا الألعاب نفسها إذا كان البلاستيك أو المواد اللي فيها رديئة بتنعكس سلبا على الطفل يعني. فإحنا بنتكلم على بعد آخر كمان تمام، أحيانا يخلي الواحد لا يعني إنه يدفع أكثر في مقابل إنه أنا حافظ على صحة الطفل. بس جزئية عظيمة تفكيرك إنك فكرت بجزئية إنه حكاية البرستيج دي خليها للأهالي وسيبوا الأطفال على طبيعتهم، لا يتغرس فيهم من الصغر. هذه مشكلة. بالعكس لما ينغرس فيهم من الصغر انه كلنا سواسية وعملنا وجهدنا وانتاجنا هو اللي بيعمل الفروقات، هنا راح يكون انه انا وزميلي واحد بالفصل ده، انا وزميلي مش أحسن انا احسن منه لانه انا عندي شنطة احسن ماركة. منه مش انا احسن منه عشان كذا، انه ما هو ممكن يكون نعرضي. احسن مني لانه هو شاطر في المواد الدراسية. هنا هذا التنافس. انت شايف انه في شوية نعرة يعني عندنا؟ يمكن انا اتكلم على فترة يعني، حتى انا على فكرة يعني فترة كانت فترة طفرة يعني، وجودي في 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 محيط مدرسه كان ما شاء الله الوضع المادي جدا ممتاز تمام. لكن مع ذلك كان لابد يطلع واحد او اثنين وضع يعني اقل، وهذا شيء طبيعي في مجتمع. فكان هذا الشيء انا اشوف في عيون هذا برضه برستيج بسام، ولا برضه بتحكي عن قصه؟ يمكن كان الوضع السائد يعني. طيب احنا عملنا عموما، خليني بس اتكلم على استبيان قام فيه فريق عمل سيدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفه راي المجتمع في هذا الموضوع. كان السؤال مشاهدينا الكرام في هذا الاستبيان اللي طرحناه، هل تلجأ لمحلات أبو ريالين لشراء مستلزمات أبنائك المدرسية وهل تعتبرها خيار جيد؟ كانت الإجابات في هذا الاستبيان، إن شاء الله يكون الاستبيان جاهز على الشاشة. نعم، في الاستبيان اللي عمل عليه فريق إعداد برنامج سيدتي أكد أنه 38% ممن أجابوا على الاستبيان أنهم يلجؤون إلى محلات أبو ريالين لشراء مستلزمات المدرسية، فيما نفى 62% منهم ذلك. وكمان في سؤال آخر، هل تعتبر محلات أبو ريالين خيار جيد أو خيار جيد؟ الإجابة كانت على النحو التالي، 56% منهم أوضحوا أن ذلك واردا لكنه في أحيان وظروف معينة، فيما أكد 25% منهم ذلك، ورفض 19% منهم اعتباره خيار مناسب. بذكر مرة ثانية، هذا عمل استبيان عمله فريق إعداد برنامج سيدتي من مواقع التواصل الاجتماعي، وحسأل الآن ضيفنا الكريم إيش رأيه في النتائج. والله هو يعني بين السؤالين يعني في ثمت كده تناقض أنا لمسته يعني، بدليل أنه في السؤال الثاني نعم وأحيانا نسبتها أكبر، لكن في السؤال الأول كان الأقل بيقول لا أنه ما نلجأ. بس حقيقة بنظرة بسيطة على الأماكن، 62% نفى منهم ايوه يعني بينكروا، بيقولوا لا ما بنروح ما بنلجأ لهذا. ايوه أي. مع انه في السؤال الثاني هل هو خيار، حتلاقي انه نعم واحيانا كان نسبته اعلى. لا في بعض الاحيان خيار، انه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان يرجح انه يكون نعم، لكن 25% انه اكدوا انه ايوه إنه خيار إنه جيد. وانا نعم. انا اشوف انه هذا حتى والثاني 19 اللي هو لا ايوه رفضوا تماما، 19 اللي برستيجهم بيرفعوا شويه اعلى، معناته اللي بيقول اوكي اعلى، هذا بيخالف السؤال الاول نوعا ما نوعا ما. لكن نرجع نقول هي احصائيات قابله للتغيير للمرونه يعني بالضبط. لكن انا ارجع اقول نقطه كنت بقولها اول، انه هذا لا يعني انه الشخص اللي بيروح محلات ابو ريالين انه هو اقل زي ما انت قلتي. لا، في اشخاص فعلا يعني بيعتبروه هو نوع من انواع الخيار الموجود امام انه هو هل ممكن اخذ منه او لا، ما له علاقه يعني. طيب خلينا نتكلم على جزئيه جدا مهمه. طب في اهالي وضعهم على قدهم برضه زي ما قلت وتفضلت، انه يعني محلات ابو ريالين كويسه، فيها اشياء كويسه، انا ما انكر الموضوع ده، لكن في ادوات، بعض الادوات اللي هي بيكون كيميائيا مش ظريفه لصحه الطفل. والاهل لما بيكون وضعهم الاقتصادي تحت المتوسط نقول، بيكون عندهم ما في خيارات كثيره، ايش الخيار اللي ممكن يلجؤوا له بحيث انه ما يدخلوا بقصص اشياء مثلا ما تكون رديئه في صنعها وبنفس الوقت يكون سعرها كويس ومناسب؟ يعني يمكن جزء من هذا الجواب قلته في البدايه، وهي في النهايه برضه ثقافه يعني. اليوم لما اغرس في الطفل انه انا ممكن اشتري شيء واحد تكون جودته عاليه لكن استخدمه اكثر من مره، افضل ما اشتري شيء رخيص وسيء واستخدمه مره واحده ويرمى او لعام واحد. خلينا ناخذ على سبيل المثال الادوات المدرسيه يعني. اتذكر زمان علبه الهندسه، ما ادري اذا كانت لا زالت موجوده اليوم ولا لا، اللي هي فيها
الفرجار والمنقل حتى هذه العلبة كان في منها رخيص وفي منها غالي. بس صح. فعليا علبة الألوان الوحدة الغالية هذه كانت تجلس، أنا أتكلم عن تجربة شخصية، كانت تجلس معي بدون مبالغة 4-5 سنوات نفس العلبة. لأنه جودتها كانت عالية وسعرها فيها، لكن اللي كان رخيصة والله ناس على أيام أظن ريالين، يعني تخيل العلبة دي كاملة كانت بريالين، ما بتكمل سنة واحدة المسطرة بتبدأ تنكسر والفرجال بيفلت السوستة. هذا هو اللي أنا بحاول أوصله، لكن لو غرسنا في الطفل أنه ترى ممكن أشتري شيء غالي بس ترى حيفضل معك أكثر من سنة وتستخدم أكثر، حافظ عليه، حافظ عليه، يعرف أنه هذه قيمته مش رخيصة، وبالتالي أنا راح أوزن الموضوع اقتصاديا. أنت زي ما قلت في النهاية ترى الموضوع مش سهل انه انا سنويا ابدا، واليوم خلينا قبل بدايه المدرسه بيوم او يومين نلقي نظره على المكتبات وحتى على محلات ابو ريالين اللي فيها قرطاسيه، حتلاقيهم كلهم ما شاء الله تبارك الله فل يعني مليانين. هذا دليل انه هذا بي بي يعني ماشي وله جمهور، وهذا برضه له قطاع. طيب اخر سؤال عندي، ابغاك توجه رساله للتجار اللي طبعا انت كاتب، ولما تقول شيء ممكن يكون صليط نوعا ما ممكن يتوصل الرسالة بشكل سريع، التجار اللي بيبيعوا أشياء وبسعر كمان مرتفع تكون رديئة في صناعتها بحيث أنها تأثر على صحة الطفل، هذه أول رسالة. ثاني رسالة، بعض الأهالي اللي بيشتروا بعض الأشياء المرتفعة الثمن لمجرد جزئية زرع في ابنهم، إن أنت ما نشتري لك إلا أغلى شيء وأحسن شيء، التفرقة بين الأطفال. صحيح. هو حقيقة التجار مش بس في القرطاسية، في كل شيء، يعني يقول لهم اتقوا الله يعني خافوا الله في الناس شويه، لا سيما في الامور اللي فيها استهلاك للناس، واللي فيها انه باستمرار راح ياخذوا، يعني انت حتكسب حتكسب فاكسب بمنطق. يعني ترى زي ما الناس بتتعب، زي ما انت بتتعب بجني الاموال، هم كمان بيتعبوا. والله ما بتعب ما شاء الله بجني الاموال، بعضهم ما شاء الله يعني بتمشي بس من ماشي الحال. الله يبارك لهم. في النهايه نرجع ونقول يعني احنا مش ضد انه اي تاجر يربح، لكن ضد انه يستغل الناس الضعاف، لانه للاسف دائما الاستغلال حتى لما بيحصل على الضعيف اكثر من الكبير للاسف. تمام. الجزئيه الثانيه، نعم للاهل طبعا رساله واضحه انه بالعكس اغرسوا فيهم انه هم يعتمدوا على نفسهم اكثر، يغرسوا فيهم انه هو المظاهر مش كل شيء، ايش الفائده مع شنطه غاليه وماركه وكل شيء لكن مستواك الدراسي لا سمح الله سيء. هنا انا اقدر ازرع فيه انه فعلا كون قوي وكون مميز بعلمك قبل ادواتك اللي هي مكمله لك. واعتقد بتكامل هذا الشيء وغرسه بالاطفال الصغار هو الرهان عليهم بامانه. وفي جزئيه جدا مهمه اسمح لي بس اشاركك فيها، انه خلي الطفل يعيش جو طبيعي، عشان صح. الاهل مو دائما في احوال ماديه جيده، اليوم فوق يوم اخر تحت، فخلي الطفل يتاقلم بكل صحيح. الاحوال انه هو انسان طبيعي مش دائما حيكون فوق. لازم يعلمهم هذا الشيء. وبعدين على فكره حتى المصروف، يعني والله العظيم انا اتذكر انه على ايامنا ترى مصروف ريالين و3 ريال، هذا اليوم بنسمع يعني انه وانا ما كنا نروح نكشف على البنات ولا يعني على التلاميذ 5 ريال بالضبط، يعني هذا المينيمم يعني. فيعني هذا كله تكلفة وحمل على الوالدين. الله يعينهم، الله يعين كل والد ووالد. الله يعطيك ألف ألف عافية، وشكرا لتواجدك سيدتي وعلى هذه النصائح الثرية بالفعل. شكرا لك بسام. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتكم سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.